يشكل إرهاقا نفسيا وماديا كبيرا على طلابنا، خاصة وإن أعداد الطلبة في المخيم تزداد عاما بعد عام. هدفنا اليوم من وقفتنا من اعتصامنا هو إقامة ثانوية في مخيم برج الشمالي لطلاب المخيم. أنا عندي طلاب، عندنا طلاب، فأنا بتوجع لما يقول لي الولد بدي أروح مواصلات أو بده مصروف على الرشيدية أو يصير شيء على الطريق أو حادث، وما إيش إنه كل يوم والله يجي يقول لي تعالي أعطيني وسيلة النقل، إنه عم تكون كتير صعبة لحتى نوصل على الرشيدية، مثلاً مسافة كتير بعيدة. تقريبا بده وقت يعني شي نص ساعة. كنا ندفع أول شيء 30,000، هلأ عم ندفع إحنا 80,000، 100,000، فأسبوع واحد عم نتكلف فيه كتير. من خلال بناء ثانوية خاصة بالأنوروة في المخيم، بما يمكن جميع الطلبة من أبناء الرشيدية في ثانوية الأقصى، بالباص في دير ياسين، بعين الحلو، فيه كل المخيمات، فيه ليه احنا ما من حقنا يكون في ثانوية عندنا بالمخيم؟ كل شيء متعب، يعني بدك تفيق قبل بساعة من المدرسة عشان يجهز حالك وتلحق الباصات. إذا ما بدهم يعملوا يفتحوا لنا ثانوية بالمخيم يعملوا لنا إيجار الباصات. فواجب الأنروة كونها هي الشاهد الحي على نقبة الشعب الفلسطيني أن تؤمن كل الاحتياجات اللازمة للاجئين، وأن يكون في ثانوية مثل باقي المخيمات الفلسطينية.